للمزيد حول زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تنضم إلينا على الهواء مباشرة موفدة إكسترا نيوز من هناك الزميلة لما جبريل. لما، تحياتي لك وإليك الكلمة. اهلا اي اهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من ميونخ في المانيا، وتحديدا من امام فندق بايرش هوف. غدا في هذا الشارع تحديدا سيكون متواجد اكثر من 100 وزير من حول العالم واكثر من 40 رئيس دوله ورئيس حكومه. يقال حسب التقارير الاخيره ان مؤتمر ميونخ للامن لهذا العام تحديدا هو من اقوى المؤتمرات، حتى اقوى من مؤتمر دافوس الذي عقد تقريبا منذ نحو شهر. نتحدث عن مؤتمر ميونخ للأمن إلى جانب طبعا هذا العدد الهائل من القادة والوزراء من حول العالم، يناقش ملفات هامة جدا، أيضا يكون به صناع قرار، يكون به الكثير من الشخصيات العامة من حول العالم، ليس فقط في المجال الأمني ولكن أيضا في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال التجاري أيضا، حيث أصبح يهتم مؤتمر ميونخ الأمن مع مرور السنوات بملفات عديدة، ليس فقط الملفات الأمنية ولكن أيضا الملفات الأمنية تتطرق بطبيعة الحال للملفات السياسية والملفات التجارية حول العالم. طبعا اليوم وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى إلى ميونخ ليكون أو ليلقي كلمة بعد غد في الجلسة الرسمية هنا من مؤتمر ميونخ الدولي للأمن. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس غير أوروبي سيلقي هذه الكلمة في جلسة عامة وجلسة رئيسية بمؤتمر الدولي ميونخ للأمن. دعوني أتحدث إليكم مشاهدينا الكرام عن الوفود الحاضرة، فيقال أن الوفد الأمريكي هذا العام هو أرفع وفد أمريكي حضر مؤتمر ميونخ للأمن. هذا ينطبق أيضا على الوفد الصيني والوفد الروسي. الوفد الأمريكي طبعا على رأسه سيكون نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس، هذا إلى جانب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي أقوى امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. نتحدث أنه الكثير من الملفات مشاهدينا الكرام ستكون هنا داخل هذا الفندق تناقش بداية من غدا. غدا ستبدأ الجلسة الرسمية حوالي الساعة 2 ظهرا أو بعد الظهر بتوقيت ألمانيا، ولكن الجلسات وتتوالى بعد ذلك الجلسات المختلفة، ولكن الجلسة الرئيسية بعد غد ستكون بدايتها بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أيضا خلال هذه الجلسة سيكون هناك كلمة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. الرئيس الروماني أيضا سيلقي كلمة خلال هذه الجلسة الرئيسية خلال أو بعد غد. مشاهدينا الكرام، نبذة عن أبرز المواضيع التي سيتم التطرق لها خلال هذا المؤتمر في دورته 55 من ميونخ. يعني يتم إعداد تقارير قبل انعقاد المؤتمر الهام جدا على مستوى العالم، وخلال هذه أو هذا التقرير يكون هناك عدة عناوين يتم التطرق إليها. الحقيقة أن هذا التقرير لم يكن مباشر إلى الكثير من المحللين، تم التطرق إلى العديد من الملفات أبرزها الوضع المختلف حول العالم، الوضع الأمني، القوى الكبرى التي ربما تختلف بشكل أو بآخر، المواجهات المختلفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا على رأس هذه الملفات، حيث بين واشنطن وبكين نتحدث عن مواجهة في المقام الأول تجارية ومن ثم تكنولوجية، وبين موسكو وواشنطن سباق تسلح يتطور يوم بعد يوم حسب التقرير الوارد عن مؤتمر ميونخ للأمن. حتى ذكر نفس التقرير أن رغم وجود تحالف بشكل أو بآخر بين بكين وموسكو، ولكنه تحالف غير ثابت كما ذكر. أيضا خلال هذا التقرير تم الإشارة إلى وضع الاتحاد الأوروبي وأنه ربما الأضعف، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يلحق بركاب القوى الكبرى الثلاثة حاليا في الوضع العالمي الحالي، أو بكين، واشنطن وروسيا. أيضا هناك
داخل هذا التقرير ملف هام جدا عن البريكزيت وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت ضلع هام جدا بالنسبة للسياسة الأمنية الأوروبية وأيضا من خلال شراكات. يعني العديد من الملفات سيتم تناولها خلال هذا أو خلال هذه دورة من مؤتمر ميونخ للأمن. أي عليك كلمة مرة أخرى.